بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فتتوالى مع حضراتكم مجالس قراءة الصحيح، صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. وكنا قد قرأنا سويا في صحيح الإمام مسلم إلى أن وصلنا إلى باب ما يتعلق بالقراءات. أقول وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله عنه إلى أن قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا. وبإليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف: فهل من مدكر، فهل من مدكر. وبه لي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وبلي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه، ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، قال: فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. وبلي قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وبلي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: أتيت الشام فصليت قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية. وهذا من جملة أحاديث وردت في بداية أن اهتم المسلمون بجمع القراءات التي نزل عليها القرآن الكريم. وإذا ما ضممتم هذا الباب إلى الباب الذي قبله اجتمع في أذهانكم كيف بدأ جمع الصحابة قراءات نزل بها القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ القرآن لم يقرأ على قراءة واحدة. ولكن هذا الباب يذكر عبد الله، عبد الله، عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. من كانوا يسألون الناس: أيكم يقرأها كما كان عبد الله يقرأها؟ لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هذا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا بحث طويل في علوم القرآن، أقصد بحث ماذا؟ بحث القراءات، كيف جمعت وكيف بدأ جمعها، ولماذا اختلف الصحابة حول قراءة آية واحدة، ذاك أنها نزلت بعدة قراءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضحنا في اللقاءات الماضية. وبلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلوع الشمس. وبلي قال وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي إلى رسول الله، بل قال وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وبلي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحول الإسناد قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد وحول الإسناد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبلي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي بعد طلوع الشمس ولا عند غروبها. وبلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول الإسناد قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا، بل قال لا يتحرى أحدكم فيصلي، بل لا يتحرى لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. وبلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول الإسناد قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وبلي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالخمص، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وبلي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير ابن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السائي نعم وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وذكر الحديث بمثله. وبلي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، واحد حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اثنين وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمين الشمس، ثلاثة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. طبعا واحد اثنين ثلاثة هذه من ألفاظ أنا ليست من ألفاظ الحديث. وهذا يا شباب باب فيه بحث فقهي طويل، هل الصلاة عند مغيب الشمس وعند طلوعها محرم؟ الصلاة محرمة في هذا الوقت؟ إذا ما أخذنا بظاهر هذه الأحاديث تكون الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حرام، صحيح؟ لأن النبي حذر وقال لأنها تطلع في قرن شيطان وتغيب بين قرني شيطان، لكن ليس في الباب، أقصد في باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ليس في هذا الباب هذه الأحاديث وحدها،
وإنما إذا أردت أن تخرج بالحكم الفقهي عليك أن تجمع كل ما في الباب من الأحاديث ثم تقارن بينها ثم ترى نظر الفقهاء فيها. والخلاصة أنه قد اختلف الفقهاء هل يصلي الإنسان صلاة قبل عند غروب الشمس وعند طلوعها، هناك خلاف طويل بين الفقهاء. وخلاصة هذه المسائل الفقهية حول هذه القضية، إذا كانت صلاة فريضة، إذا كانت صلاة ماذا؟ فريضة، وأوشكت الشمس على المغيب أو عند غياب الشمس ولم تصلي العصر، فليس مكروها ولا حراما أن تدرك صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس. وإذا كانت صلاة فريضة، أقصد صلاة الصبح، وكادت الشمس أن تطلع أو بدا قرن الشمس، تقول أؤخر الفريضة حتى تطلع الشمس، لا بل تصليها حالا. وهناك يعني تفاصيل في هذه القضية، منها من هذه التفاصيل أنهم قالوا الصلاة المكروهة عند غروب الشمس وعند غياب الشمس، عند غروبها وعند طلوعها، الصلاة التي ليست ذات سبب، الصلاة التي ليست إيش؟ ذات سبب. فإن كنت قد دخلت المسجد والشمس تميل إلى الغروب، ماذا ستصلي من السنة للمسجد؟ ماذا ستصلي للمسجد؟ ماذا ستصلي؟ تحية المسجد. فهذه صلاة ذات ماذا؟ ذات سبب، وسببها أنك تتحي أو تحيي ماذا؟ تحيي المسجد. فإذا الصلاة التي ليست ذات سبب هي المكروهة أو المحرمة عند غروب الشمس وعند طلوعها. وبعض الفقهاء يقولون لا بل كان ذلك في بداية الإسلام، حيث إن الإسلام لم يكن قد انتشر، والناس كانوا يسجدون للشمس، فإذا سجد مسلم لحظة غروب الشمس أو لحظة طلوعها فهذا كأنه يتشبه بعبدة من؟ بعبدة الشمس. أما وقد انتشر الإسلام، وإذا رأيت إنسانا الآن يركع ويسجد عند غروب الشمس على قمة برج من الأبراج ناطحات السحاب، هل يقع في خاطرك أنه يسجد للشمس؟ قطعا لا. ومع ذلك القضية فيها خلاف. قالوا حتى ولو انتشر الإسلام وهو لن يتشبه بالسجود للشمس، لن يتشبه بهذا، حتى ومع هذا فإن النبي قال إنها تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان، والأفضل أن نتجنب الصلاة التي ليست ذات سبب عندما يطلع قرن الشمس عند الشروق أو عندما يغيب قرن الشمس عند الغروب. والقضية تفصيلية عند الفقهاء. أقول وبالإسناد إليه قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى ابن أبي كثير عن أبي أمامة عن عكرمة ولقي شدادا أبا أمامة وواثلة وصاحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال عمر بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخير الأخبار. قال فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل؟ قال فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
حتى ترتفع، فإنها تطلع حتى حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه خياشيمه إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. أي سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 مرات، وفيه تفاصيل لطيفة وجميلة، وكيف يعني قربه النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له مواقيت الصلاة، وأن هذه الظهيرة تسجر فيها جهنم، وأن عند طلوع الشمس يسجد الكفار للشمس، وعند غروبها يسجد الكفار للشمس. ثم حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من تناثر الخطايا والذنوب مع الوضوء، وهو والله حديث جليل، رضي الله عن مولانا الإمام مسلم إذ حفظه لنا، ونحن قرأناه بألفاظ الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى نواصل القراءة والسرد وإلقاء الضوء على بعض المعاني. شكرا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.